السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، نتمنى لكم مزيدا من الرفاهية والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله. وبمناسبة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ونرجو من الله عز وجل في هذه الأيام الأخيرة من رمضان أن يتقبل منا الصيام ويرزقنا ويتمم نوره علينا وإلى جميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. وفي الأخير تقبلوا مني أحر السلام، وإلى اللقاء ودمتم بخير.